السلام عليكم، يعطيكم العافية يا أخوان، يسعد مساكم بكل خير وسعادة إن شاء الله. يا أخوان عندنا موقع جديد وإشارة جديدة إن شاء الله، وكل مرة إن شاء الله بنجيب لكم شغلة جديدة. يا أخوان إحنا اليوم عندنا إشارة كثير حلوة، هاي الإشارة يا أخوان جرن مفتوح من هون، الفتح تبعه تقريبا 4 سم من هون، 4 سم من هون جاي مسح، من هون جاي مسح نازل معاه سيال عريض بكسحه نازل على اللجف هذا اللي هون اياته على شكل قوسي. ارجع شوي بالكاميرا يمكن بيقل اكثر. اذا يا اخوان هذا الجرن المفتوح هو يعتبر يا اخوان تثبيت، هذا الجرن تثبيت، الجرن المفتوح تثبيت. طيب يا اخوان شو فيه يعني كمان تثبيت؟ طلع يا اخوان هون بصمة جانبية، هيا طلع كيف اصبعي غطس فيها، طلع اصبعي غطس فيها غطس، بصمة مرسومة رسم والله في المعجونة ما بتجيبها، غرق 100%. هاي بصمة جانبية هيا. طيب هسه الان، طيب هون شو في موجود هون بالاتجاه هذا، الاتجاه هذا تعمل هون، ارفع الكاميرا وورجي الصخرة، ورجي الصخرة، هاي هي الصخرة يا اخوان، تعال شوي من هنا صور هيك، شوفوا يا اخوان قص العدة كيف، قص العدة واضح، هذا كله قص عدة، هذا هون واصل لحد هون يا اخوان، هذا القص واضح لحد هون، هاي الصخرة يا اخوان، هاي الصخرة حاطينها هي دلالة، اتفرج لما انت بدك تشوفها تفكر انه هذا رأس، هذا رأس انه متجه لتحت، لكن لا يا اخوان، طلع القوسي هون اللجف القوسي هذا نازل سيال مع بصمة هيها، وهون في جرم بيضوي مفتوح، إذا هذا هون توجيه للمدخل، إذا المدخل أصبح هون يا إخوان، هذا المدخل، هذا مدخل، أنت لو تروح مثلا ارجع لورا، ارجع كمان صور الصخرة كاملة، هاي الصخرة يا إخوان شكلها واضح 100% إنها تحتوي أسفلها على مغارة، المغارة اللي هو الجرن المفتوح. شايفين يا اخوان من هون للجرن ما بتعدى تقريبا 4 متر او 3 متر، 3 متر، 1 2 3 متر مقابلها بالضبط. دائما يا اخوان الجرن المفتوح هو تثبيت، بكون معاه توجيه، مش ضروري يكون برضه يكون معاه بصمة، لا احيانا بكون بدون بصمة، لكن يعني بالواضح انه لما يكون بصمة يعني مؤكد بصمة متقنة 100% معناته في هدف محرز وهدف كويس. وان شاء الله يا اخوان احنا بعد الفحص تبين فعلا انه في غرفة تقريبا 3 متر في 3 متر فوق الصخرة الحاضنة. وحياكم الله، وان شاء الله تكون هاي يعني فائدة لكم وفائدة للجميع. ولا تنسونا يا اخوان احنا دائما على اليوتيوب، صفحتين على اليوتيوب باسم مجلس سنديان، نعمل عليهم بث المساء العصر بعد العصر والمساء بالليل، للي متواجد في الميدان واللي عنده صورة أي شيء بده يحلل حيا الله بتابعنا على البث المباشر. وقناة مجد السنديان على اليوتيوب يا أخوان قناة لتحليل الإشارات في الميدان، تصوير مباشر نفس هذا التصوير، ومجموعتها على الفيسبوك اللي هي مجموعة البارون لتحليل الإشارات والكشف عن الران برضو بإدارة مجد السنديان. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا وبتشرفونا يا اخوان، شكرا كثير ويعطيكم العافيه.